أسماء الأيام قديما كانوا يسمون الأحد أول لأنه أول أعداد الأيام، ويوم الاثنين أهون وأوهد لأنه ينحط من الأول إلى الثاني، وأهون مشتق من الهوينا، والثلاثاء جبار يعني جبر به العدد، والأربعاء دبار لأنه دبر ما جبر به العدد، ويوم الخميس مؤنس يؤنس به لبركته، وقيل لم يزل كذلك في الإسلام، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبرك به ولا يسافر إلا فيه. وقال صلى الله عليه وسلم: اللهم بارك لأمتي في بكورها يوم خميسها، والجمعة العروبة، ويوم السبت شيار مشتق من شورت الشيء أي أظهرته، والله تعالى أعلى وأعلم.